قتل اخوي على اختي. العام انا جاني ملك العام عمل جاني تدور هذه اشتغل. ما ادور عم عمل. ما كبه ملك وروح مع الساعه مالك في العام. لا 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 مغر قسمكم هو. اي قسم. لا ما هو قسمكم. ولا وخلاص من اليوم اسمع يا مخلص. من اليوم ورايح لا اشوفك معاهم. اذا جيت الرياض هناك تجيني في البيت الله يحييك اما تتبع لي ابو بنت الديره وحشر علي الحرام يا مخلد اترك شفت هذا ايه؟ شفت بوجه هذا والله ايه؟ يسوي لك القطع الكبير فاحسنك ما تنظر ظهرك يا ابو شامان انا جاني عروض من عيال عمي في الرياض عندي وانا الظاهر اني بروح معهم شفت القرابه اللي مغرب عروض عشان ما صلحه ما هي بقرابه ما هي معروف هاي المسرح هاي منك منك زار قنا المسرح وانا انت 35 سنه ما عرفت لحم ودم والمسرح وين شنو اللحم والدم ما عرفت منك من اليوم ترددها علي مسرح ما هي المسرح وش تبغى نسب هذا نسب لحم ودم يوم اندعس مخرج جيته ها تعرفه طب كنت ادعس 20 مره علمني جيت يوم انا جيت ما جيت لا ولا اشهد كم مره والله نجاني في عرس وجاني في امور وجاني بس انا حاضر العرس ما شفت ماشي انا اللي ما شفتك انا اشوف انت ولد ما تشوف انا مالك في الطويله هو انت عند قرباتكم ابى اروح ذوي غانم ما عاد لهم بعيال عمي ذوي غانم فغنى عنك يا مخرج هنقلع اروح انقلع خلاص قلت لا تجيني معي اروح راح الله يستر عليك بلشت مخرج وبلشت علت عيال عمي هذول ما ادري وش الله يستر عليه ولا تراضي شفت هاللقام هذا ابو مناظر هذا ايه لا تراضي ولا عليك من هذا مغر ناس انا ما قد جلست معكم واجد ما اعرف طبيعتكم ما اعرف لا 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 تني هندي جاي للسعوديه ما ادري هالحين شفت عقب القرابه النسب نسب اللاله ايه ما عليك الامور كلها طيبه وبندر حشر هذا لا تمشي تراني لك من النصحين لا يا ابن الحلال ترى عنده علوم رايجين عنده علوم رايجين ما انا بسبب علوم رايجين لكن ما يصلح ليش بديت مغربان بعيونه حمد وطالب وجاهدكم ابيك وقت من ورا ابيك وقت من قدام وغازي والله يا غازي ما نصطف غازي والله تحت الكاميرا واجد ما هالمشكله دقيقه اثر كثر اي ما هو واجد لا الظاهر 42 اي احنا مغسل انضم لفريقنا مسدك عنده يقانم كله مرحبا بالضابط يا هلا ومسهلا ما شاء الله وش الثقل وش الثقل هذا يلا ما متى تستحق نقيبا والله ما يريض لي الحين والله ان شاء الله نشوفك فريق ولا لواء باذن الله قلنا له ان شاء الله تبارك الرحمن ان جاء الخط ولا طيران لا والله جاي طيران انتبه من الخط انا انتبه من الطيران ولا لا الطيران بسهل السلامة الخط فيه اللي 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 يوصلني اوه ما شاء الله حركات ضباط الله يرزقك ان شاء الله مغازي هلا الرجال ما لقى حد ايوه وده ولا عطاه لكسس ولد عمك ونسيبك اما عطاه لكسس اللي موقفين ما مشغل 2000 تفعلها ولا ابو غازي ولا وين تفعل الطيب تفعلها خليه يعطيك هذا اللي انكبت خليه يعطيك تفعلها انا ولد ابوي كبت السرق وقامت ترها بالحقه اللكسس اي عطاه لكسس انت ملكت خلاص اللي جيت مع من ابو عزام جاي حد بيتكم في الرياض ولا في الحويه ولا في الشمنصير الله يستر عليك خلى اللكسس وما بعد انا اغلى من الرجال انا احس اني داخل على طمع ما غير حديد زام من الاشخاص الجميلين يا جماعه الخير صح انه ولد عمي ولا قابلك كثير لكن اتابعه مع مواقع على التواصل الاجتماعي هذا اللي قربتنا الرجال حق مكاشيت حق طلعات حق سجات رجال لحية غانمة شروة من عندي ويستاهل ولو ما هو بكفو والله ما نزل سناب واعرف معرفة تامة هذا سناب اللي يحب يستمتع مع الرحلات يشوف بس تراني من منكيهم يا ابو عزام الله يوفق الله يوفق